بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم المذيع محمود عبد الباري، عايز يتقمص وبقول هو لكم الدور. اعزائي المشاهدين، انتوا لسه قاعدين. امال لسه قاعدين؟ هيروحوا فين؟ طيب، معانا الاستاذ رفيق من القاهره. الو، مساء الهنا يا فندم. القاهره. الحمد لله. اسكت يا محمود شويه. اي يا فندم، انا سعيد جدا بان حضرتك بتقدمي على الشاشه على كل المواطنين المصريين نموذج زي محمود ودينا. انا رئيس مجلس اداره شركه سرانا. الو، انا ليا الشرف ان انا اقدم شركه محمود ودينا. شكرا شكرا، ربنا يخليك يا رب. للشركه لمحمود ودينا، وبجد انا فخور ان انا بتفرج على نموذج زي محمود ودينا موجود. يا ريت يا ريت كل الشعب المصري يحتدي بيه. أيوة. ونبقى كده في سلوكنا وفي روحنا وفي اخلاقنا. ايوه فهمت. يا ريت. ده صحيح. احنا بنشكرك جدا 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 يا استاذ رفيق.